اسمعني يا وعد اللامي. لحظة سأكون معك يا سماحة الشيخ عبد أبو عبد الملك. تفضل فارس السعيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام حبيبنا، أهلا وسهلا بك. طيب، هل فاطمة عندما خرجت تطلب بهذا الميراث أمرها علي أو أخذت الإبن من علي؟ لا طبعا ما أخذت الإبن من علي، بل الأمر أنها عندما عادت بدأت توبخ علي بن أبي طالب، كما موجود عندكم: أنتم يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الضنين ونقضت قادم الأجدل فخانك ريشك الأعزل. طيب، هنا توبيخ له لعدم خروجه معها. قرأنا هاي الرواية. الرواية موجودة في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي. اقرأها كاملة. أخبرنا أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن شدان قال: حدثنا أبو الحسن محمد ابن علي ابن المفضل ابن همام قال: حدثنا محمد ابن علي ابن معمر الكوفي. رواية ضعيفة هذه، كمل. ابن الحسين الكوفي قال: حدثنا أحمد ابن محمد حدثنا عبدان ابن تغلب عن جعفر ابن محمد قال: لما انصرفت فاطمة من عند أبي بكر أقبلت على أمير المؤمنين فقالت: يا ابن أبي طالب اشتملت جملة الجنين وقعدت حجرة الضنين ونقضت قادمة الأجدل فخانك ريشك الأعزل. إلى النهاية، رواية طويلة جدا. لا لا لا، كملها 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 كملها. أمال الطوسي صح؟ ايه ايه، كملها. هذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نفعلتي. والله من ابن أبي قحافة مبتز؟ زين. النحيلة هنا أصلا وهذه ترمى على فاطمة، نحن ما نريد، ما نعرف الآن ماذا تريد فاطمة. اقرأ 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 أولا، إيش تريد؟ لحظة تريد. لا حول ولا قوة. شوف إخواني، هرب من موضوعنا إلى الكتب الشيعية وأنا رحت وياه. أولا، إذن أبو بكر مبتز، كمل. إيش أكمل؟ كمل الرواية. طيب، أنت في الأول قلت الرواية ضعيفة، هل تلتزم بالرواية أم في الأخير تقول؟ لا، أنا ما ألتزم بالرواية. الآن أنت تريد نكمل الرواية ولا الرواية طامة؟ إذا كنت لا لا تلتزم بها. إذن أنا ما خلاص إذن أنا ما ألتزم بها، أنا رجال أحقق ما ألتزم بها. عندك شيء ثاني تنقض علي؟ الآن اسمع يا عمي، اسمعني فقط، اسمعني أكمل. أولا يا إخوان، كتب الشيعة عار على الشيعة، لا تلزمهم بكتبهم. فعندما يأتي مثلا إلى مجرد تتكلم في كتب الشيعة يتبرع من كتبه، ليش؟ لا يستطيع أن يواجهك بكتبه، ليش؟ لأنه خلاص ما يطرحه أئمة أهل البيت يوافقون معتقد أهل السنة. فعندما تنقد عليهم بأفعال وأقوال هؤلاء يقول لك: لا، نحن ما نريد. خلي أجاوب على لحظة، خلي أجاوب على لطفاً شيخ فارس. بالمناسبة، حتى الرواية أنا أقول ضعيفة لأنها فيها مجهول وضعيفة السند، وأستطيع أن أثبت هذا الأمر. لكن شوف إخواني، قال كتب الشيعة عار. إخواني، الآن حلقتين الأخذ الفقار معنا. عندما قالوا نحن أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، هل أجبنا وقبلنا هذه الرواية والأخذ الفقار قال أنها للعلماء، ولا قلنا هذه عار؟ أنتم الآن أمس واليوم تشاهدون الحلقة، هل نحن رفضنا هذا الأمر ولا قلنا أن هذا الأمر نقبله ولكن هذا لتوريث العلماء وأنه لم يورث ولا قال، وناقشناهم يوم أمس وما قلنا هذا عار ولا تبرأنا من رواياتنا؟ الأمر الثاني، اليوم عندما قال أن المرأة لا ترث من العقار شيئا، لا ترث من العقار شيئا، هل قلنا أن هذه الكتب عار ولا شرحنا لكم وقلنا هذه في الزوجة؟ لا أنا ولا الأخذ الفقار تبرأنا. إذن ولما ذكر هذه الرواية لين ضعيفة قلنا ضعيفة، ليش يلبس عليكم ويقول أن الشيعي يتبرأ من كتبه ونحن قبلنا إلا أنه هنالك صح
وهنالك خطأ، لكن أنا أقول أنكم تستعرون وتشعرون بالعار من كتبكم. لماذا؟ لأنكم أنتم قلتم أن هذا صحيح وهذا صحيح، فعندما نلزمكم بما اعترفتم به تقولون نحن نتملص. ومقبل الوادعي، مقبل الوادعي عندما شرح الحديث قال نحن العلماء الذي عندنا يتملصون من الحقيقة، وأنا سميتهم يومئذ أهل، مش أهل السنة والجماعة، أهل التملص والجماعة، موجود وأظهرت الأدلة. فالآن عندما تقول أنت تستعر، أقول لك لا، يوجد روايات لا أقبلها، ولكن الآن على مدى يومين يأتون بالروايات ونحن شرحنا الرواية ولم نقل أنه هذه عار، وقلنا أن المرأة تأخذ من قيمة العقار، وقلنا أنه لنفرض أن عنده. فلذلك لا تلبس على الناس. الآن السؤال يعني الآن اسمعني فقط لحظة يا أبو عبد الملك، انتظر أبو عبد الملك. بالنسبة ولك يا ولك أنا انتظر ساعتين، ما ينطي دقيقة واحدة يا رجل. أنت حبيب عبد الله، انتظر بالله عليك شيخ. لا أنا لست حبيب، عبد اللامي من ألد أعدائي، أنا حبيب المسلمين، أنا أهل السنة، أنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أبغض الخلق إلي، أبغض الخلق، أنا أتقرب إلى الله ببغض عبد اللامي وأمثالي. لحظة يا أخ فارس، أخ فارس خلي أخصمه شيخنا الحبيب أبو عبد الملك. حبيبنا يا أبو عبد الملك، ما أنا لست حبيبك، أنا من ألد أعدائي شيخنا، أنا أتقرب إلى الله ببغضكم. شيخنا الحبيب أبو عبد الملك، أنا أتقرب إلى الله ببغضكم شيخنا. أنا أدافع عن الصحابة، أدافع عن الدين. أنا أبو عبد الملك، أبو عبد الملك يا أخوان، أقول له شيخنا لا يقبل، أقول له حبيبنا ما يقبل، يعني إلا بالتوثية، توثية بالعراق، عن إلا بالخيزان، هذول متعلمين والله، يقادون بالعصا، ما يعرف لغة الحب. حبيبي، قلبي، عيوني، تلاوي، ما يعرف. سيد الفقار يقول شنو التلاوي؟ ما يعرف التلاوي، يعني الكلاوي يعني كلاوي كدني. ف بالمغرب الكبيدة، الكبيدة بالمغرب، تقول له كبدي، تقول له تلاوي، تقول له ما يعرف، ما عندهم اللغة اللي لغة المحبة ونشر المحبة ونشر الأخوة. زين الآن أخونا أبو عبد الملك، ليش العباس وهو الصحابي الجليل يصر على أن يأكل المال الحرام؟ تفضل جاوبنا. والله أنا أقول لك شيء، أنت سمحت للشيعة الإمامي يتطاول على أبي بكر وعمر لا حبيبنا، حبيبنا سؤالنا، الله يرحم والديك ساعدني، الله يرحم والديكم ساعدوني إخواني، سؤال مدمر. العباس راح لأبي بكر مع الزهراء عليه السلام، وراح لأبي بكر مع علي سلام الله عليه، ومات أبو بكر وراحت وانتخبوا عمر ومعرف إيش، إنه راح على عمر مصر على أكل الحرام، شلون صحابي يتعمد أكل الحرام؟ جاوب، غرد. أنا أجاوبك. أولاً الصحابي رضي الله تعالى عنه لا يأكل الحرام، أما أنتم تأكلون أموال الناس بالباطل باسم الخمس. أحسنت. يقول الصحابي لا يأكل. طيب لماذا طالب مالاً علم من الله، من السماء، علم شرعاً أنه لا يستحقه؟ تفضل. اسمعني، أتكلم؟ يبقى جاوبني على أم السؤال. لا انا 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 اعلم تماما انت هارب وخائف مني، ولكن يا وعد الله، لماذا لا تباهل وتنتهي القضيه؟ خلاص ما انتصب بك بعد، لماذا هربت من المباهله؟ انا اتحداك امام الناس، امام شيعتك وامام اخواني اهل السنه، باهلني خلاص بعد. هذا جحا شكله يبغى ينتحر، هذا يبغى ينتحر. جحا عند أجلكم الله حمار، فبدأ ذكرت هذه، ذكرت هذه سابقا أستاذ وعلي، إما هي بسند آخر ده أذكر، إيش بيك أنت؟ سيدنا العزيز سيد ميتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبنا عبد الفقار، حياك الله حبيبنا.
لا ما راح فارس كلام لك ما راح اذكرها. طيب خلينا نجيبكم مستر عندي صوت عندك صوت. طيب خلي جاوب الشيخ بس خلي اخذ الشيخ معاويه لانه تاخر دقيقه واحده. حجي لا لا حجي 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 ما دام فارس موجود سؤال بريء وشفاف على السريع. الفارس الاخ فارس 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 اخونا انا اليوم انا اريد اصير وياك ضد حج وعد وضد ذو الفقار وضد الشيعة كلهم. راح تسنن راح تسنن بس اسمعني اسمعني راح تسنن تطلع لسنون ما طلعت لسنون. خليني شجاع وخليني اسالك سؤال. خلي سالك سال شجاع يلا سال 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 يلا سالني اسالني تفضل. طيب عندما قال علي بن ابي طالب اثناء قتاله للخوارج لا تقاتل الخوارج بعدي، هنا خالف القرآن، خالف آية في كتاب الله. طيب شو دخلها التي... اسمعني اسمعني فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. أي. هل نأخذ بقول علي أو نأخذ بقول الله؟ وهذه مخالفة العرش. أولا العرش ثم النقش. اثبت هذا الكلام بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وبعد ذلك نتناقش. طيب هذا الكلام قاله علي بن أبي طالب في خطبته في نهج البلاغة، لا تقاتل الخوارج بعدي. أليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأدرك. وهناك رأي صحيح بهذا الكلام في رواياتي، تريد أبين لك أبين لك أي بيننا بيننا طيب في كتاب رسائل بس الشيعة قبل أن يبين عميز. قبل أن يبين إخواني لاحظوا هربوا هربوا ستمر هذه النقطة لحظة بس يا رجل أنا بس عن المخالفة لحظة لحظة اسمعني فقط لو سمعت لحظة أنا أريد أشهد الأخوة المشاهدين على السبل التي يتبعونها الأخوة. تكلمنا أنا والأخ ذو الفقار المغربي حول قضية الزهراء عليه السلام وقضية إرث الزهراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يبلغ الزهراء. شوف الآن ترك هذا الأمر وذهب إلى موضوع آخر وقال أنتم تهربون ليش؟ لأنه يسألنا عن موضوع مقاتلة علي بن أبي طالب للخوارج. طب الآن في موضوعنا ومع هذا شوف إخواني إحنا أولاد علي دائما نكر. اتفضل كمل مع هذا أنا يا حج وعد اسمع الآن. إذا كان علي حتى تعرف الربط بين الموضوعين إذا كان علي يخالف القرآن فما من باب أو لا يخالف الرسول. هذا هذا وهي الضربة التي أنا سأضربك بها. إذا كان علي أعطينا الدليل يلا. طيب في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الخامس عشر الصفحة 81 عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن جعفر عن أبيه عن أبائه عليهم السلام قال لما فارغ أمير المؤمنين من أهل النهروان فقال لا تقاتلهم بعدي لا تقاتلهم بعدي. المن قال المن قال ها المن قال لا تقاتلهم بعدي قاله للناس لا هذه وصية منه هو معصوم. طب ماذا قال ماذا قال ماذا قال قال لا تقاتلونهم بعدي عن الخوارج. الطامة هنا لا 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 أقرأ الرواية كاملة كاملة لا حتى استخرجها وأقرأ معك حتى أقرأ معك الرواية لطفا كاملة كاملة. لا تقاتلهم شنو اللفظ؟ لا يقاتلهم بعدي إلا من هو أولى بالحق منه. الله أكبر لا حول ولا قوة. سبحان الله سبحان الله. شفت إخواني شف لحظة أول شيء قال لا تقاتلوهم الآن ماذا قال؟ قال اسمعوا إخواني يقول لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهرواني فقال لا يقاتلهم بعدي شنو إلا من هم أولى بالحق منهم. يعني إذا في إنسان يعني وما منع المقاتلة ولكن ربط المقاتلة بالحق وهذا الذي نقوله. طبعا الذي يقاتل يجب أن يكون على الحق ولا على الباطل ما ممكن أن ينتشر
الفوضى وتنتهي وينتشر القتل هكذا. عيب يا أخ فارس. أنا قلت لك هذا البلد الكلام هنا الكلام هنا ليش؟ الكلام هنا أصلا هم على باطل. شلون ما تقاتلهم ابتداء أحسن. كيف هدوء 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 هدوء. الآن ذول اللي أخذوا أرضنا في القدس هؤلاء على باطل. فيلزمك الآن إلزاما أن كل أمة محمد صلى الله عليه وآله كلها على باطل، ولا يوجد دولة تدعي أنها مسلمة. لماذا؟ لأن وجود الباطل لازمه المقاتلة. يعني أينما وجد الخوارج اللي هم باطل وجد الباطل فهذا أمر قرآن، ينبغي مقاتلة الباطل. زين الآن العراقي والفلاني والعلاني كلهم سكتوا، فينبغي أنه ما عندنا إسلام. أمة المليار خلاص لا يوجد واحد من هؤلاء على الحق، كلهم على باطل وأولهم أنت. تقبل؟ ما علاقة الخوارج بهذا الكلام؟ نحن كلامنا عن الخوارج، الخوارج ظاهرهم مسلمين. لا لحظة لحظة، يعني أنت الآن تقول أنه مقاتلة الباطل شرعا صحيحة ولا غلط؟ مقاتلة الخوارج الذين ظاهرهم مسلمين هذا أمر به الله شرعا، فقاتل التي تدعي حتى تفيء إلى أمر الله. وعلي بن أبي طالب خالف أمر الله. الخوارج ليسوا بغاة إلا إذا قاتلوا. البغي هو الخروج بالحرب على ولي الأمر، فإذا كان خارجي وما يقاتل ما يقاتل، يجي العلي بن أبي طالب يقول له لا أقول بإمامتك ولا أصلي الجمعة معك ولا يقول له أنت في أمان ما دام المسلمون منك في أمان، ما عندي شغل وياك أنا. واضح؟ فعلي بن أبي طالب مو مثل خلفائك، علي بن أبي طالب غير شكل. لحظة البغي الخروج على الإمام يا رجل، الخروج على الإمام ما داموا لم يخرجوا على الإمام بعد ما يقاتلون. لحظة سيدنا، إذن على كلامك أنه الذين يخرجون، على كلامك أن الحسين عليه السلام خرج على يزيد ابن معاوية، فأنت تحث المسلمين على مقاتلة الحسين عليه السلام وقتله على ضوء ما تفضل. تقبل؟ أولا أنا أوافق ميتم فيما قال، أوافق ميتم المسوي فيما قال. ليش؟ لأن الخوارج ما بغوا على علي بن أبي طالب. الآن أنا ألزمتك، تركنا، أنا ألزمتك أن الحسين عليه السلام خليفتكم يزيد بن معاوية خرج عليه الحسين سلام الله عليه. شوف إخواني، إحنا عندنا معلومات لا نخاف، وإن كان حرف الموضوع وأريد أرجع للموضوع. الآن الحسين عليه السلام هل هو خرج على يزيد أو لا وينبغي مقاتلته؟ خرج بابنته وأطفاله للعراق. أنا ما أعتقد أنه خرج على يزيد أصلا. أنا أجبتك على هذا السؤال قاعدة. إذن الحسين لا يعتبر، لحظة، إذن الحسين عليه السلام لا يعتبر خارجي صح؟ لا يعتبر خارجي. أحسن. هدو لا حتى ألزمك، لا محرفت. أنت الآن ألزمت أن الذي يخرج على ولي الأمر اللي سميتهم خوارج ولا يعطي يدا من طاعة هذا يقاتل. الآن هل الحسين أعطى يدا من طاعة ليزيد؟ الحسين ما كانت له طائفة أصلا، فقاتلوا طائفتان من المؤمنين، فالآية لا علاقة لها بالحسين. الحسين عنده نساء وصبيان راحوا إلى العراق يستقرون في العراق ولا لأمر ما خرج أصلا. طيب اسمع طامة أكبر، الآن الحسين ليس له طائفة. طيب الآن جيش يزيد عندما قتل الحسين قتله بريئا أو لا وهو ليس له طائفة؟
قتل الحسين اللي قتله هم الذين دعوه وغدروا به. يزيد ما له علاقة بالقتل. ماشي، الجيش الذي قتله قتلوه ظلما، ربما يقتلونه ظلما أو حقا. يعني ما تعرف أن الحسين قتل ظلما أو حقا؟ لا ما تعرف، أن خروجه هذا فيه شك، مع وخاصة عندما قال لهم دعوني أذهب إلى يزيد. سمعت إخواني، خروج الحسين فيه شك، ولا نعرف أنه حق أو باطل. على حال أنت حرفت الموضوع، بس أنا أردت أن أوصل لكم أن هذا لو استمريت معه الآن والله العظيم لاجعلنه يقول أن الحسين عليه السلام في النار، ألزموا بهذا اللازم. وكلهم هكذا. أنتم أخواني لا يغرنكم هؤلاء الذي يقولون نحن نحب أهل البيت، والله خذوها مني، الذي يقول نحن نحب أهل البيت ولا يبرأ من أعداء أهل البيت كلامه لا يساوي قرشا. إذا لم يبرأ من أعداء محمد وآل محمد. سؤالي، سؤالي هو سألني أنا ما سألته، هو سألني، خلي أطرح سؤالي عليه الآن. أنا أريد أصير وي فارس وي الأخوة السنة وأريد أتسنن الليل. أخواني، أخونا فارس، أبو بكر سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، صح؟ صح؟ صوتك يقطع. سمع أبو بكر سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ قلنا لك نعم، صحيح صحيح. إيش عندك؟ جيد جيد. وفاطمة عليه السلام ذهبت إلى أبو بكر تطلب ميراثها لأنها لم تسمع بالحديث، صح؟ إيه صحيح. إيه أحسنت أحسنت. طيب الآن من المقصر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المقصر، لأن فاطمة، أنت الآن أقررت لو سمعت من رسول الله لما ذهبت لأبي بكر، قلت فاطمة ذهبت لأنها لم تسمع الحديث، صح لو مو صحيح؟ الآن المقصر رسول الله أو أبو بكر كذاب؟ اختار واحدة من الاثنين، لأن فاطمة لو سمعت لما خرجت، صح؟ أنت قلت صح في البداية. كم من أستاذ تجد طلابه؟ لا 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 لا، أنت أخرجت، اسمع اسمع، الضربة القاتلة، الضربة القاتلة. أنا أخذت، اسمع اسمع، أخذت الإقرار منك أمام الجميع، قررتك أمام الجميع، قلت لك أنا وياك يا فارس، أبو بكر سمع من رسول الله، قلت صح. قلت لك فاطمة خرجت لكونها لم تسمع من رسول الله، قلت صح. ولو خرج، لو سمعت ما خرجت، قلت صح. إذن أخواني من المقصر؟ المقصر رسول الله أو إن أبو بكر كذاب، لأن فاطمة لو سمعت ما خرجت، ما عندك خيار ثاني، إما أن يكون أبو بكر كذاب أو رسول الله مقصر، ما عندك واحد من الاثنين. طيب خلينا نشوف معاوية شنو يجاوبه. معاوية تفضل، وأريد الشيخ مفضلة.